بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا قال لي صدوم اللب له اللب خش داتي وخش الشيخ عطيهم الرحمه، وافتقانت وهم احنا ببلادي قالوا تاو جافت بالرشيد مقلب من تحت بل منين يعود ما هو بعيد من بلادي. قالوا الخط، الخط هو الارض اللي خط بين تقانت وادراء، وهذا الواد هو اللي قالوا الرشيد عن مقاط الناس كامله سامع عبيه به اللي قط قال عليه من شي زين من الغنم اللي قط اجبر من الايام الزينين. وانا الحمد لله اليوم اتشيباني ولا من اخر الناس اللي كانت تعرف الارضهم ودركت مولي هذه الناس الكبار كيف جو محمد محمود كيف محمد ولا دب ولا القصري هذيك الناس المغنيه اللي كانت تغني لتقان. طلبوا مني نعطيهم لمحه على هذه الارض ونعطيهم حياتها، وهي ارض زينه وعندها ياسر من التراث لغنى الزين، وهي أم اللي زينة لهذا أصلا معروفة. وهذا الوادي قال له وادي الرشيد الأول قرسوه الراجل قال له مينوه، وهذا الوادي اللي قال له الرشيد قرسوا أبوه مينوه وقرسوا عند عنه في الفترة لعودة 300 سنة، يالت عودة 1800 والله 1750 والله، وملان من النخل قاضوا النخل من عند من دون تيجك شيء له. وذا الواد ملي راسه من فوق هو اللي فيه الولاية اللي قال لها تيجك شيء مقروس من فوق تيجك شيء جاي قابل الواد كامل إلين يلحقهم. هذا هو آخر القرص اللي تحتنا منهم دون بلدي قالوا الخط، الخط هو الفصل بين تقانت وأدرع. رشيد قط قال عليه ياسر من تغنى من ذاك قال ولا دب، وقنا عليه أحمد واللجة، وقنا القصر الذي الأرض من هون ملي أصلا هي أرضه سكنه من هون قبل ما هو بعيد، وغنى على تقانت قاع كامله. وخالق راجل ثاني قال له محمد ابو سروال ابو بكري هم اللي بسوا تقانت، سوت هذه من هون من سوت الرشيد هذا مقافي ارض نقول لها ارض الرقيطه فيها تال مسل وفيها الشويخ والمينان وارض اللاكي اللي قوتها لا الجبال والزيرات والاقراد والتراب الزين. خالق واحد قال له محمد ابو سروال هم اللي قط قال ياسر من لغنى على ذاك وعلى ذيك البليده يغني على تقانت كاملين، واللي طاف الظروف منه قديت نحكيه لا نحكيه ان شاء الله. وغنى ملي عليه السداتي اعطيه الرحمه، وغنى مغنيين ثانيين واذا كامل اللي منه قديت نذكره ان شاء الله ندورنا نحكيه. راجل ذاكرته عود لا ما زالت موجوده بالصفة اللي نصلح بها هذا اللي الدور عندي الوكالة اليوم وتوه. وبذيك المناسبة عني مشرف أنا بأنهم جاوا لأيام الرشيد وصوروا وشافوا الناس وقبلوا اللي وعد الكامل من الاحتفال والأيام، وذاك يدوروا إن شاء الله ويعرضوه مع هذا اللي لا يقبل الله. قال بعد أحمد لجة لا يعجل لك بإني ناسيك يا الرشيد ولا نزهد فيك انت وشجارك واهاليك ما ننساهم، عمري في عوام الحله منزل بحواشيك ليبال عليها والغناء وطبالها يردي في دواريك عند رحيل الناس والمقاء. ايامك وطبالها يردي عند رحيل الناس والمقام ايامك هذو ولياليك حد تفقدهم ما يلام ينظر كان زراق جواليك بياض لك حاله لا شام والكديه فكفاك تدفيك حافظتك من قبرة الغماء والما فيك العذب وساقيك وفيك أكمام النخيل أكمام
وتبات البيضان تعطيك بالضحك والهوال والانظام عند الزوان الجو عليك مونك وحلي الاحلام الرشيد الموج بن رخيك انا ما ننسى فيك ايام تجيك الشبان وتبغيك وترافيك ملي الاريام اللي كان قعد عنك حي في الوتات وشوفت الافلام لا تضايق اخلاقك يا خي عندي عنك ما فيك اعظام هذا احمل الجي بالمقيل بالمقيل البيضان وانا الحر وتنزاه الشبان والبيضان وخوض الكحلان والناس الرفاء الرشيد وبالزاد رفود زوان وطروح مرفود بلا قيد رفاد مصطاد وفرحان والكسحة قاع عليه بعيد جوه مليان وقمان عليهم ما فيهم رشيد علاه المنان على ظان القصور وساهل مجيد أيام وباط أيام عيال ورياليه ودوار القيد وفيه القيد لكثرة زاد اللي تتحفل يوم العيد وفيه أجناس الناس ترى نوع ما هو شاغل كون الركوع والسجود في يم الخشوع وترى نوع آخر في تعانيد الغفلة مازال مطبوع في يم الضلال البعيد يوم الروق إلا ما هو الطوق الدقاع إلا ما بعيد والضمير عليه المرجوع عقب الأخبار الرشيدة أيام وبعد أيام أعياد ولياليه ودوار القيد وفيه القيد لكثرة زاد اللي تتحفل يوم العيد هذا محمد لا دب على تقانت يقول سداتي الناس الغدمت في الطيار من تقانت ذكرت الأمطار وقدمت عقب ذاك الخطار في الوتات وردت شزين من تفصيل المطر بالأخبار مصحح مشاهد بالعين قالوا واد الرشيد خضاء وأولاده سالوا مجتمعين والبطحة سالت سيل عبار قضوا مع الوادي للخزين الطهبية هذو لو كان الطهبية هذا لو كان وهذه قلت التلمدين ملانة وقلايب المصدار التشالات أحلاه ملاني من ورزقي لحد خضار فريوات التوم وزلين للواد قلايب ميدي دار لدوشن لقلابة ثلاثين هذا من دار لدار لدار قط نزلناها من طربين ما فيه تلير في دماغار موضع عن المماضع الخرين والحويطات انسحبوا في أخبار قالوا عنهم سالوا سيلين باللي ينقال سوء الكبار طلعوا فوق العادة الاثنين وخضاروا وزاووا الأبصار وعادوا منظرهم ما هو شيء تشجئ سالت لين حجارة أغوشي درقوا متمين من سيل الزيب وذاك نهار ما هو كيف نهارات أخرين والمعاقب يكون النقار في العيون اليوم ملانين هذا لعقب حر النار في الأخلاقات أصله ثمين وأنا بعد لنا بالسقار عني ما يمكن لي في الحين كون نشوفه ونشوف ديار أصلي نعرفهم مسحوبين وسوى كل منادم في بلاد كيفي يسمعوا بالوذنين يجيه إلى عاد اللي قاد وإلى ما قد ترك شي زين يشرح الأخلاقات وتنزاد الغريحة منه وخزين ويقول جاء مشال وراجل منه الأسد الوافيين قال له محمد لحد طلعة يفقدوا بتقانت عنها زمن قال له يا أحمد الشام طلع مع أحمد واللجة تهم الرحمة كاملين يا أحمد عنا قول السدات عن الخطير وتم وشيشات والبهرة وقلائر منات هذا العام تزلوا في الصيف وعوينات ترجي وعوينات النبالة هو الخريف وبهقل كواس هم قبل منهم وتندم كات واللي طيح على المزاريب هذا الوكر الله كيف زهات الصمة في يومات الصيف تلطف بيدك في اللي فات محمد وقت انه ضعيف وهذا هو وكر التفقاد من لوكاء مع يا لطيف كون هو موكر الاجداد ماتوا فيه اذا كان ظريف من اين جاته الطلعه سداتي ذكر الارض وقام ما هو فايق الشيء به تفقد الارض كامله وقام مشال وطلع جواب يا محمد قال له تشباشي كان كل نهار علي يمتان اللوطان وعييت في الأحيان ما نتكلم ما هو بالسيف من متن التخمام باللوطان والأهل والإخوان والمعاريف قبل تمشي نظم في ميدان يفقد ويبين تعريف كل بلد ينزل فيه زمان قطع ليه جبيته الخريف
قطع لي جبيت في الخريف والصيف والمشتى فرحان تحتي واللمينك نظيف شروطه تتخالف الألوان أبيض سابق في اللزخ خفيف بالغ لحم إشكال الخرفان بين أهالية ماني ضيف وحجلب ومن الرزق ملان ولاني قايل عن كيفي كيف نقبض في الفضة ومليان والخم وباني خيمة شيف وبخلفي وسلاي ملان ما يكح من كثرة الغريب غير الشيخ الله الإنسان ما له حكم في نفسه وضعيف وجد عليك إني لا رأيت لذة ما هي فيها لا كيف من آدم يسدر ميت فايت عمره كسحان السيف غير انت قاع نسيت في الفات باللي عاد لا يفقدوا بليدات خرات غير انت قاع نسيت في الفات يا محمد رانك شيات يزيدوا الأشواق بليدات قطع ليهم طينة تعريف ذاك الدهر وهم أسبوعات خذناهم ما هو بتجاني كيف الرشي والحويطات وقيل امسي وحسيات غريف ينشربوا من قد بهيقات سلنتاس من منحر العطيف القاعد شرق مقيمي مات خاطمهم بشوي خفيف وكيف منابع ثم صادات وقليبات مسادير الصيف والعوينة والكروميات والمتربخ ساحل والسيف واغمر رصيط وتيشالات القلية في ايام تخاليف البروقة قذف بليدات عادل ما مطروح الغريف وعد عد الماما تروح الغريف على المصايب بليدات عاد الماما تروح الغريف وعلى المناب المصافات عاد زهاو المصايب ونسيت الحفره حفره بليده اللي قالها حفره ذي من هون بسوره الرشيد حفره طويله ونسيت الحفره وقليتات المدين تلمدين هذه البطحه القاضي على الرشيد تلاطم مع بطحته تلاطم عند ذاك القلب اللي قال شنيني ونسيت الحفرة وقليتات المدين وخليت سويفة قدرنيت درنيت قليبة رأيه ساحلي الكدية وناسيت شنات هم إله قدرنيت وناسيت شنات هو وكر يا لطيف اللي ما يمكن لي حياة دونه في الدهر ولا تعريف وهو بلد غيره من البليدات ما نقط صبه كيف الليل وزد عليك اني لريت زماهي فيه لا كيف من آدم يستدر ميت فايت عمره كسحان السيف الله هذا من طرف بعد رشينا احنا لله واحنا كنا البدو قال عندنا هذا القصر الكبير اللي قال له الرشيد وكون من الفتره اللي قلت لكم يا غير فيه مجموعه منا ينقال اهل الرشيد ساكنه وهي اهل النهر النخال اللي تعرف له شيء واحنا الاخرين اهل البدو هذا من قبل الاستقلال موريتاني ونرحلوا ومنين نعود الصيف نقضوا للواء لقيتنا ونخلوا الحيوان الفوق ونقضوا احنا اياك نكسروا عنا حمان الصيف جابرين التمر والماء البارد ولقيتنا اذين تجي السحاب تجينا البل ونرفدوا ونقوم رحيل ونتلقى ويتلقانا حيواننا ونتم ولانا تريحلوا في التراب والتراب اللي نتراحلوا فيها الا اذا ما حرت تقانت وسهوتها هذا هو بلد اصلنا وكارنا احنا وانا هذا شخصيا خلاقه عند بلد قلايبين قال له حياك طيب طلعت وقايل هل ولاد وسيداتي خلاقه هم الرشيد والشيخ خلاقه عند الشاري لان اولاد الوطن هذا هو بلدنا ولا نبدا الصبر طلع الولاد هذا تقد الناس تقول اني كنتاوي وفخوري يا خير بعد لا تسامحني فيه لا عدلتها لك ما يخصكش وتوفي يقول لا تجلس عنك يا زراق الحرج واخلاقك لا تضياق خلي عنك تضياق اخلاق قلت تقول بخي شوي منكدي ذاك المعلاق اللي دون زراق انكدي قلت زي بكرك تزماق وانت مالك مشتاق زي صدرك حي ولبت طراق ريت التاق على صدرك حي ونيش بلودي الهطباق ولا قلت تولب بخيو على ري العين اللي تاقل لدي محشس لدي أنايك حي بلا تطراق مازال بقايد زاد الحي خيو ليك القلة فيك لا تحسبها عنك من دي عن قدر ماني حي عليك نبغيك تجد عليك أخي ما حد حي ولا نعطيك في بلا ثاني ما حد حي وقنا ولا دبه هذا مصروف عن ظاهرته هو ما يفرق الجماعة وهو المديور بها اللا رواقيش اللي مديول عليهم
يا غير ينقال على وكرهم وينقال على الحلة وينقال على ذاك وساميهم هم ما يجردوا وراك مليانة مع جماعة من الموريتاني والبيضان وهي التقانت يلا تم ملي لعاد عندهم شي يشاركوني يحضروا